هذا موضوع ما بخص كثير من المشاهدين، نتابعه سيداتي وسادتي مع ضيفتنا في الاستوديو السيدة جويس راي، المدير التنفيذي لشركة كولدويل بانكر بريفيوز انترناشونال. سيدة راي أهلا ومرحبا بك. دائما هذا السؤال المطروح، لماذا دبي تستحوذ على اهتمام حتى الأغنياء من مختلف الاتجاهات، لا سيما نتحدث عن أن أغلب المستثمرين الأغنياء هم أمريكيين، حوالي 75% منهم أمريكيون. دبي هي مكان رائع ليعيش المرء فيه ويزوره، وبالتالي عندما نقترب من معرض إكسبو 2020 سنرى أعدادا أكبر من الأمريكيين الذين يأتون إلى هنا، والقطاع العقاري كان استثمارا إيجابيا على مدار السنوات، والأموال تحققت من هذه الاستثمارات، لذلك هي استثمارات جذابة. يعني هو يتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة أو سياسة الضرائب الشبه معدومة هي التي تجذب هؤلاء الأغنياء؟ بالتأكيد هذه البيئة التي تخلو من الضرائب هي عامل إضافي. طبعا هذا أمر ليس لدينا في الولايات المتحدة، موضوع الضرائب هناك موجود. لنتحدث عن حجم استثمارات الأغنياء في القطاع العقاري بالإمارات، إذا لديك أرقام معينة حول ذلك. حاولت أن أتتبع الأرقام، أعلم أن العديد من أصدقائي وجدوا بأن هذا الموضوع يشكل بيئة إيجابية، كما تم تصنيف دبي مؤخرا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بسبب انخفاض قيمة العقارات حاليا، وهذا يجعلها جذابة أكثر للاستثمارات على المدى البعيد. طيب نحن مقبلون خلال السنوات القليلة القادمة على معرض إكسبو 2020، هل نتوقع المزيد من هؤلاء الأغنياء يأتون إلى دبي؟ أعتقد أننا سنرى أعدادا كبيرة من الأثرياء الذين سيأتون إلى هنا، فطراز الحياة هنا جميل والعمارة هنا رائعة، وأنا حاليا أقيم في برج خليفة ومعجبة جدا بهذا البناء الفخم والرائع والراقي. يعني أنت من الأغنياء الآن، واحدة منهم. أنا أعمل بشكل مثابر لبيع البيوت الجميلة في منطقة بيفرلي هيلز في أمريكا. طيب ننتقل إلى الأسعار، يعني الأسعار نتحدث عن مبالغ تعتبر إلى حد ما كبيرة، ما بعرف بالنسبة لي على الأقل 6 ملايين دولار أمريكي تقريبا متوسط سعر العقارات الفاخرة في دبي. هل هذه الأسعار مستقرة هذه الفترة أم أننا يمكن أن نرى المزيد من التراجعات مع ما نشهده في سوق العقارات في المنطقة؟ يبدو بالنسبة لي أن هناك قاعدة ممتازة لأن الأسعار قد تراجعت نوعا ما. كنت أدرس الليلة الماضية عددا من الشقق في برج خليفة وهي تتمتع بمنظر رائع يطل على مدينة دبي بأكملها، وطبعا البناء بحد ذاته تقريبا يخلو من الشقق المعروضة للبيع، وبالتالي لدينا اتجاها صاعدا على المدى البعيد. إلى أي المناطق أكثر جذبا يتجه هؤلاء الأغنياء في دبي؟ أي المناطق يركزون عليها أكثر؟ طبعا منطقة الداون تاون ستكون هي الخيار الأول بالنسبة لهم، وإن كان الساحل أو الشاطئ منطقة جميلة أيضا. طيب تحدثنا عن 75% من هؤلاء المستثمرون أو من هؤلاء الأغنياء بالأحرى هم من الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا عن 25% الباقية، من أين يأتون؟ 75% من الاستثمارات في دبي هي للأجانب، ونسبة الأمريكيين أنا لم أحصل على الرقم الدقيق لنسبة الأمريكيين من أصل 75% الأجانب. طيب يتنوعون طبعا بين، تفضل.
هم يأتون من معظم أنحاء العالم، من آسيا وروسيا وأوروبا وكذلك من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. الآن هناك أحاديث في الإمارات بشكل عام فيما يتعلق بسياسة الضرائب، يعني أحاديث طبعا هي مجرد أحاديث، في ضريبة القيمة المضافة لاحقا، رفع الدعم عن أسعار الوقود لمواجهة التراجعات المستمرة على أسعار النفط. هل المستثمر أو المشتري حتى لو كان غنيا يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أم ماذا؟ أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لزيادة أسعار النفط، وهذا الأمر سوف يؤثر على احتمال ارتفاع أسعار العقارات في هذه المنطقة. السيدة جويس ري المدير التنفيذي لشركة كولدويل بانكر بريفيوز انترناشنال، شكرا جزيلا لك.